يقول السائل: لما جئت بالعمرة من الميقات وضعت العباء على ظهري، وذلك لشدة البرد، وأنا رجل كبير والطريق بعيد، فما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك إذا لم تدخل يديك في أكمامها، إذا طرحتها عليك بدون أنك تدخل يديك في أكمام العباءة فلا بأس أن تلبسها على جسمك أو تلتحف، أن تلتحف بها وأنت محرم، سواء التحفت بعباءة أو ببطانية أو بكمبل لا بأس، المهم أنك ما تلبس العباءة بإدخال يديك في أكمامها. نعم.